السلام عليكم، بنكمل معكم إن شاء الله فيها زي ما حكينا. في عندي 10% من الجريد على الهومورك و10% على الكويزز. الهومورك هو جزء رئيسي لتشتغل فيه أو تفهم المساق، وعادة اللي بتاخد أسبوع لتسلم الهومورك، والمودل بيعطيك وقتيش تبدأ تسلم الهومورك وقتيش بيعطيك الديدلاين للتسليم، يعني عادة أسبوع كافي لتحل المسائل هاي. أنا النصيحة كيف بدي إياكم تشتغلوا، بدي إياكم تشتغلوا في الهومورك كمجموعة من 3 لـ4 طلاب، يعني هذه تشتغلوا مع بعض الواجب. هذا إيش بيسوي؟ لو في عندك أي مشكلة بتقدر تتبادلها أنت وزميلك وتحل فيها، وتشوف كيف بدكم تستغلوا وقتكم وكيف تتعلموا من بعض، لأنه إحنا عندنا هنا فيش مناقشات، فطالما ما فيش مناقشات معناته إحنا بدنا نشتغل مع بعض. الكويزز هي أداة للمدرس بتقول له هل طلابك ماشيين صح ولا ماشيين في اتجاه الخطأ. فأنا هذه بشتغل معكم فيها، يعني 10 كويزات كل أسبوع على فكرة، وبقول لكم قبلها إيش هي، وبحط الكويز وبقول لكم مفتوح له مثلا 24 ساعة أو خلينا نقول يومين تاخذ الكويز خلاله، وبناء عليه هي فترة الكويز يعني عادة أبو من 5 لـ10 دقائق، بس اللي عندك فترة طويلة لتدخل على المودم على المودل وتقدر إيش تاخذ الكويز فيه. واللي أخذ معي قبل هيك عارف هذا النظام كيف بيشتغل. الآن طيب ايش بدي اياه منك في نهاية الفصل؟ في نهاية الفصل بدي اياك derive discrete time transfer function from difference equation، يعني لو عندي difference equation كيف بدي اجيب discrete transfer function منها. يعني لو عادة difference equation هي مشابهة للdifferential equation، كل هيتكم بتعرفوا الdifferential equation. الdifferential equation هي representation لايش؟ لأي system عندي فيها. الآن عادة أي dynamic system بقدر أمثله ب nth order differential equation. من ال differential equation ممكن أحصل على transfer function، هذا في عالم ال continuous وال s domain، أو أحصل على n first order differential equation. الآن هذا نفس الفكرة اللي عندي، بس هذا بتكلم على بدل ما اتكلم على الديفرنشال ايكويجن بتكلم في عالم الديسكريت على الديفرنس ايكويجن. فمن الديفرنس ايكويجن الأصل بقدر أحصل على ديسكريت ترانسفور فانكشن باستخدام الزي ترانسفور. الآن درايف ديسكريت تايم ترانسفور فانكشن فور ابروكسيميت انتجريتر اند ديفرنشيتر بيرفورم inverse z-transform to obtain time sequence MATLAB implementation of difference equation. يعني كيف بدك تسوي؟ أنا بدي أعرف لو عندي system على شكل difference equation أو transfer function أو على شكل خلينا نقول state space model أو على شكل block diagram أو على شكل flow graph، كيف أروح من واحد فيهم للآخر؟ وهذه مهمة كثير عندنا في هذا المجال. Derive digital approximation to analog controller design. Compare resulting analog and digital controllers in time and frequency using MATLAB and Simulink. Determine the effect of sampling period on quality of approximation. عادة في عندي عدة طرق لعمل approximation، هذا حنتكلم عنها، سواء backward, forward, trapezoidal، أو أحيانا بنسميها يعني exact. في أكثر من طرق عندي للأبروكسيميشن، كل واحدة إلها ميزة ولها عيوب. الآن هذه لو استخدمتها إيش الميزة هان وإيش العيب اللي بيطلع عندي أو إيش تأثيرها. الآن بنلاحظ في عندي لاعب رئيسي في عالم الديسكريت أو الديجيتال اللي هو الإيش؟ السامبلينج تايم، يعني كل قديش بدي أخذ سامبلينج. السامبلينج تايم يعني زي إيش لما تطلع على السيستم؟ السيستم في عالم الكونتينيوس أنت يعني هو تحت نظرك عبر الوقت، يعني فيش اي لحظة انت مش مطلع على السيستم. في عالم الديجيتال او الديسكريت بيختلف، انا عندي معرفة في السيستم بس لحظة السامبلينج. يعني زي ايش؟ زي لو عندي غرفة بدي اعرف فيها كم طالب او كم نفر في هذه الغرفة. الان في الكونتينيوس انا براقب الغرفة على طول يعني باستمرار،
فبشوف مين داخل ومين طالع وبقدر كل لحظة أعرف كم واحد. في عالم الديجيتال أو الديسكريت بتختلف، أنا لحظة ما أفتح الباب وأطل في الغرفة بقول قديش فيها، الآن وأنا غايب لو دخل ناس وطلع ما عنديش فكرة عنهم، بس الوقت الوحيد اللي بقدر أقول عنه في لحظة فتح الباب والنظر فيها. لهذا السبب لو كان السامبلينج تايم سلو، يعني أنا بفتح الغرفة كل نص ساعة مثلا، في تغيرات كثيرة ممكن تحصل، بينما لو بدي أفتحها كل دقيقة التغيرات أقل، بس إيش مجهود أكبر. وهذا الفكرة في عالم الديجيتال اللي احنا بنتكلم عليه. Derive Ball's transfer function from block diagram of sample data system. Derive zero order hold equivalent of analog plant. Determine time domain property, rise time, settling time, overshoot, etc. from the Z plane ball location. Analyze stability and steady state behavior of sample data system. يعني هذا بشكل أساسي بقول أنا في وضع الترانسفر function كيف بدي شكل الاوتبوت للسيستم، كيف بدي اعمل ابروكسيميشن. الان عادة في السيستم عندي لو بدي اطلع على البلوك دياجرام بلاقي عندي في كنترولر، في عندي داخل على الكنترولر انبوت وفي له اوتبوت. الانبوت كتبع الكنترولر لازم يكون ديسكريت، والاوتبوت لازم يكون ديسكريت، او لو بدي اتكلم مور سبيسيفيك الانبوت لازم يكون ديجيتال والاوتبوت ديجيتال. الان الديجيتال هذا بده يروح على مين؟ على البلانت. البلانت وضعه ايش؟ انالوج، فلازم يكون عندي حاجه بتحول من ديجيتال لانالوج، وهذا بسميه ديجيتال تو انالوج كونفرتر. وهذا بنتكلم عاده بنستخدم الزيرو اوردر هولد او نوع من انواع الهولد ليعمل لهذا العمليه. الان الاوتبوت تبع البلانت هو عباره عن continuous او analog. الان لما هذا بده يطلع بدي اعمل فيدباك له عبر السنسر او فيدباك مباشر للكنترولر. طب قلنا الكنترولر هو عباره عن ايش؟ الانبوت له ديجيتال، فانا بدي اذا هذا analog بدي analog to digital converter، والانالوج to digital converter بتكون عندي من حاجتين، ايش هم؟ السامبلر والكوانتايزر. يعني بيعمل لي سامبلينج بعده بحول لي اياه، يعني بحوله لديسكريت وبعده بحوله لايش؟ لديجيتال كود. الان الرايز تايم والسيتلينج تايم والاوفرشوت هذول بروبرتي بنقدر نطلع عليها من الاوتبوت. لما نيجي نطلع على الاوتبوت، طيب ايش اللي بياثر فيها؟ موقع البول لوكيشنز في السيستم بياثر لنا على هذه البروبرتي. الان موقع البول لوكيشن بياثر على السيستم ستابيليتي، فهذه الشغلات حنتكلم عنها خلال، يعني بتصور انه كل الطلاب اللي بدهم يخلصوا من هذا المساقب نجاح بدهم يعرفوا ايش تأثير هذه وكيف يعمل هذه الشغلات. Design sample data controller in discrete domain using root locus body plot technique. Design discrete time lead lag controller. Analyze closed loop stability and performance using gain and phase margin. زي ما حكيت عندي تكنيكس بنستخدمهم، هذا الكلاسيكال كنترول. ايش هم الكلاسيكال كنترول؟ انا بتعامل مع الترانسفر فانكشن وبستخدم الروت لوكس فيها، بستخدم البودي بلات، بستخدم البي اي دي، بستخدم الليد لاج. هذول كلهم تكنيك بستخدمهم في الديزاين تبعي. Design sampling sample data controller in discrete domain using algebraic technique، اللي هي بنتكلم احنا بنتكلم على state space system، اللي هي بنتكلم على deadbeat control، بنتكلم على lead lag، بنتكلم على PID بس باستخدام الايش؟ state space approach اللي بنتكلم عنها. برضو من الشغلات اللي بتوقعها من اي واحد انه بيقدر يتعلم كيف يشتغل ضمن فريق وكيف يكون قائد. ويمكن لما حكيت لكم في البداية بدي مجموعات لحل الواجب، هذا بنقصد فيه نعزز هذا الفكرة. Create a project management plan and follow the timeline of the design project. يعني انا حاعطيكم مشروع تخرج بدكم تعرفوا كيف تشتغلوا عليه. ويمكن الفصل هذا كونه الكتروني لازم يكون عندك مهارات اللي هي project management
اللي احنا بنتكلم عليه، كيف تدير المشاريع وكيف برضه تستغل وقتك بشكل جيد. الآن ناخذ بريك وبنرجع بنتكلم على يعني الديتيل اللي احنا بنستخدمه كيف نمشي في السيستم تبعنا، ويعطيكم العافية.